موضوعنا النهارده وهي مشكلة تشابه الأسماء اللي ناس كتير بتقع فيها للأسف. لازم أنوه أولا أن النيابة العامة مؤخرا في خطوة مميزة جدا منها ابتدت في اتباع سياسة التحول الرقمي كليا، وأصبح لما نيجي نطلب صورة رسمية من حكم أو صورة رسمية من محضر أو شهادة من واقع جدول بيتم إصدارها عن طريق الكمبيوتر. وأصدر النائب العام بتاريخ 14/12/2019 القرار رقم 1 لسنة 2019، وكان نصه تنبيه على رؤساء ومديري النيابات الجزئية باتخاذ اللازم نحو وضرورة مراجعة المحاضر الواردة من أقسام الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين، الاسم الرباعي، محل الإقامة، الرقم القومي الخاص بالمحكوم عليه منعا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها ويترتب عليها القبض على أشخاص آخرين ليس لهم صلة بالجرائم المرتكبة سوى التشابه في الأسماء. كما يجب التنبيه على القائمين بأعمال التنفيذ بالنيابة بعد القيام بتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ سمة إجراءات نحو الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم سواء بالمعارضة أو بالاستئناف دون إرفاق صورة ضوئية واضحة من الرقم القومي بملف القضية بعد الاطلاع على أصل الرقم القومي أو سند الوكالة الرسمي الصادر عن المحكوم عليه لوكيله الأصيل، شريطة أن يكون سند الوكالة مميكا موضح به الرقم القومي للمحكوم عليه. بتاريخ 3/3/2020 أصدر النائب العام القرار رقم 1 لسنة 2020 بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية على الوافدين الذي بموجبه يمكن المضبوطين من المحكوم عليهم بأحكام جائزة الطعن عليها بطرق الطعن العادية المعارضة والاستئناف من الطعن على تلك الأحكام خارج دوائر المحافظات الكائن بها أقلام كتاب المحاكم التي أصدرتها. كان الأول لما موكل يتمسك مننا في القاهرة أو في أحدى المحافظات الأخرى غير بورسعيد كنا بنضطر اللي احنا نستنى لما يجي النيابة وبعد كده يتعرض وبعد كده نقدر نعمل له معارضة. بموجب القرار اللي أصدره النائب العام أصبح اللي احنا من حقنا اللي احنا نعمل معارضة للمتهمين في أي مكان موجود في جمهورية مصر العربية دون الارتباط بمكان حدوث الواقعة أو مكان إقامة المتهم. بتقابلنا حالتين دايما من حالات تشابه الأسماء، كل حالة منهم ليها طريقة حل على حدة. الحالة الأولى لو الموكل محبوس بسبب تشابه اسم مع اسم المتهم الحقيقي، الحالة الثانية لو الموكل غير محبوس بس اسمه متشابه مع اسم المتهم الحقيقي. لو الموكل محبوس في خطوتين ممكن نعمله. أول حاجة لو إحنا معانا توكيل وصورة بطاقة المتهم بنقدر نعمل معارضة ويوم الجلسة نطلب من المحكمة التصريح بعمل التحريات اللازمة لإثبات إذا كان المتهم هو المرتكب الواقعة من عدمه. بعد ما نقدم التحري في حافظة المستندات ندفع بعدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذي صفة. طبعا المتهم ملوش أي علاقة بالواقعة والمرتكب الواقعة ده واحد تاني آخر غير الموجود. النقطة الثانية للأسف لو مش معانا توكيل ولا صورة بطاقة المتهم هننتظر أسفين لحد ما المتهم يترحل عن النيابة ويعمل معارضة وبعد كده نكمل نفس الإجراءات السابق التنويه عنها. ده أنسب حل لو موكلك محبوس وظهرت للجنحة في أحد الأكمنة. الحالة الثانية لو الموكل حر ومش محبوس، جالك النهاردة حد دخل المكتب قال لك الموضوع كذا كذا كذا، فأنت هتعمل إيه؟ هنا هنقدم طلب للنيابة العامة إن اسم موكلك متشابه مع المتهم في الجنحة رقم كذا، وهتطلب التحري برضو عما إذا كان هو المتهم من عدم، وهتروح تقدم الطلب بعد ما يتم التأشير عليه بعمل التحريات اللازمة إلى التنفيذ والاسم. نيابة التنفيذ بيبعت طلب تشابه أسماء مع مندوب الاسم وبيرد لهم على الطلب مع التحريات، وفي الحالتين بناخد صورتين رسميتين من التحري، صورة نكون معانا وصورة نكون مع الموكل احتياطي. نحضر الجلسة وندفع برضو بعدم قبول المعارضة للتقرير بها من غير ذي صفة ونطلب تحريات مباحث تثبت ان كن المتهم هو المعني بالاتهام من عدم.